من بادل تايم بوريكم تجهيزات بطولة القبس الأولى الرمضانية للبادل. اللوكيشن وايد سهل، المكان بالعرضية الصناعية خلف كلية التربية الأساسية. هذا هو المدخل الرئيسي، تعالوا معاي عشان أوريكم شنو في داخل. بهذا المكان اللي هو أول ما تدخلون من الباب راح تلاقون مكان كامل مجهز في كافيهات ومطاعم وغيرهم من الرعاة اللي متواجدين لخدمتكم ولاستفساراتكم. بالنسبة لي بادل تايم هو من أحلى ملاعب البادل اللي موجودة. الحلو فيه إن المكان وايد كبير. الإيفنت اللي راح يصير أو البطولة هذه اللي منظمتها القبس ترى بطولة عائلية، يعني الجو راح يكون وايد حماسي، فنبيكم كلكم تكونون موجودين باكر اللي هو أول يوم من الساعة 8:30 للساعة 1. شعار القبس قلب الحب. أبو راشد إيش هالشغل؟ يعني تبارك الرحمن، يعطيكم العافية أولاً. ثانياً أنا ودي نقول حق الناس اللي قاعد تتابعنا الحين شنو هي التجهيزات. بسم الله الرحمن الرحيم. التجهيزات مثل ما أنتم شايفين اختدانة، احنا بنصار لنا 3 أيام في الموقع على التجهيزات هذه، مع الرعاة مع البوتات اللي شايفتها عند البوابة وانت داشة. احنا راح نكون متواجدين بشكل يومي ان شاء الله من الأحد إلى الأحد، من الساعة 8 ان شاء الله البوابات راح تكون مبطلة للساعة 1 بالليل بإذن الكريم. هناك عندنا نقل إن شاء الله راح يكون يوم الأثنين بإذن الكريم على منصة شاشة، وأنا أدعي الكل يشوف المنصة لأن المباريات منغولة وجدا مباريات حماسية مثل ما قاعد تشوفون على الأستاذ اللي هني، تجهيز المدرجات أماكن الجمهور. الجو راح يكون عائلي إن شاء الله مع البوثات اللي موجودة والخدمات اللي موجودة عندنا هني، وبإذن الكريم إن شاء الله بطولة ناجحة مع القبس بإذن الكريم. لما نسوي مثل ما يقولوا مشروع هو ترفيهي ثقافي اجتماعي، بحيث انه شنو مثلا احنا عندنا ملعب 1 و2 و3 ان شاء الله بعد البطوله راح يتسكر، يصير بس للبنات. اذا كانت اللعبه ترفيهيه خلنا احنا نسوي اجواء بحيث ان الواحد يبغى يلعب في اكسجي، في منظر حلو، الشير موجود، يعني انت شايفه الزيتون والواشنطونيا وجميع انواع الاشجار حاطينها، الحشيش زين، بحيث انه هو يكون عنده تجربته حلوه يتمرن ويخلص. بنفس الوقت سوينا اماكن حق اولياء الامور، يعني اذا الاب او الام يا مع ولده، في طبعا كراسي، ساحات انتظار، في عندنا مضمار، اللفه الواحده تعتبر اللفه الواحده 500 متر فهو يقدر يتمشى يقدر يركض، وان شاء الله بعد البطوله راح يصير في قواري فيقدر ياجر قاري ياخذ لفه لفتين ثلاثه اربعه على ما الولد او البنت تتمرن. فيعني موضوع لو تلاحظين احنا شويه بين الملاعب في فتشه كبيره، هذه معايير دوليه، على المعايير الدوليه لازم يكون المينيمم 3 أمتار بين كل ملعب وملعب، احنا زدناها سويناها 4. الممرات نفس ما انت شايفه عشان الناس وهي داشه وهي طالعه، والاحواض هي احواض جر وبنفس الوقت قعدات، يعني فهو الفكره ان الواحد يجي هنا يقضي وقت ممتع يستانس يوسع عن صدره ويتوكل. وهذه هي تجهيزاتنا حق البطوله، عاد لا تخلون، تعالوا واستمتعوا مع اهلكم واحبابكم في بطوله البادل الاولى للقبس في رمضان.